النهارده هنروح لتقرير دلوقتي، يعني لواحد انا بعتبره من ابو الاشبال، رايه مهم جدا. في انبي على مدار سنين طلع اجيال لمنتخب مصر الناشئين والشباب والاولمبي والمنتخب الاول وكمان للفريق الاول. هو دلوقتي في رئيس قطاع للناشئين بنادي الاتحاد السكندري، بتمنى له كل التوفيق ودايما اراؤه مهمه. كابتن امام محمدين، نروح كاميرا الاشبال كانت موجوده معاه وكان عندنا تقرير مهم مع كابتن امام محمدين رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري ورايه عن موضوع القيد في الموسم الجديد. اولا برحب بزياراتكم الكريمه لنادي الاتحاد في شخصي، وبتقدم بالتهنئه طبعا للنادي الاهلي فوزه على الوداد امس ووصوله ان شاء الله للمباراه النهائيه، ونتمنى له كل التوفيق. احنا في نادي الاتحاد تعاقدت من حوالي 3 شهور لنادي الاتحاد، عايزين نعمل طفره رياضيه نهتم بالناشئين في نادي الاتحاد وفي اسكندريه. الحقيقه قمنا بمجهود كبير في اكتشاف لعيبه وفي استخدام لعيبه كتر من هنا، مراكز الشباب، انديه محيطه بينا، ولاد النادي السابقين، لعيبه اللي موجوده، وعملنا فرز كامل وتقدر تقول ان احنا ان شاء الله هنظهر بثوب جديد وبشكل مميز لنادي الاتحاد في السنوات اللي جايه ان شاء الله. الاتحاد اسكندري الحقيقه كان من الانديه السباقه في احتواء ازمه كورونا، عمل جميع الاجراءات الاحترازيه، استاذ محمد بن صالحي ومجلسه وفر اكثر من بوابه على مستوى النادي هنا في المدخل وعلى مدخل الجماهير واللاعبين، عندنا 3 مداخل للملعب. كنا بندخل لعيبه وبنشتغل بيهم عشرات كده، يعني 10 10 10 في 4 اركان الملعب الفتره الاولانيه في الاعداد وفي التقييم. ما كانش في مجال للاختبارات وتقييم لعيبه جدد، لكن كنا بنستقطب بعض العناصر من خلال وسطاء وكشافين ومدربين زملاء. الحقيقه عملنا حاجه كويسه، لكن بالنسبه للمستقبل والمسابقات الجمهوريه او مسابقات الناشئين، يمكن مسابقات المنطقه معروفه والانديه قادره تتفاعل معاها والمناطق والفروع هتقدر تقوم بدورها. احنا بنبني لنادي الاتحاد قاعده ناشئين من سن 7 سنين لغايه 20 سنه، لكن ما اقدرش انكر دور زمايلي واخواتي اللي سبقوني في العمل. الحقيقه جيت استلمت يمكن عمل طيب وقطاع مميز، خاصه الناشئين والاشبال والبرايم. ممكن الشباب ظلموا شويه في صور اعدادهم، لكن انا بكمل وان شاء الله بوعد جمهور اسكندريه وجمهور الاتحاد خاصه ان احنا هنقدم حاجه كبيره لنادي الاتحاد وهنقدم لمصر من خلال نادي الاتحاد عناصر تخدم المنتخب زي ما الاتحاد عودنا على مدار سنواته، يعني انه بيه لعيبه في منتخبات زي العظام القدامى شحته، بوبو، الجارم، عادل بابلي، كل الاسماء العظيمه اللي لعبت منتخبات. ان شاء الله احنا هنقدم عناصر اخرى تسري العمل الرياضي في مصر باذن الله. كابتن امام محمدين اسم كبير ومكسب كبير لنادي الاتحاد السكندري وصفقه مهمه جدا ابرمها حاج محمد مصلحي علشان تخطط صح، ما تبداش من الفريق الاول، ابدا من تحت، وده يعني التخطيط السليم اللي بيعمله الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، يعني انه يتعاقد مع كابتن امام محمدين اللي صنع طفره كبيره على مدار 20 سنه في نادي انبي. النهارده ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق في نادي الاتحاد السكندري، وقادر ان شاء الله يصنع اجيال كبيره في نادي الاتحاد السكندري ويحطه على الطريق السليم، ونشوف الاتحاد السكندري ان شاء الله بينافس في الدوري وينافس في الكاس وينافس مره اخرى في البطولات الافريقيه ويكون موجود ايضا في البطوله العربيه. كل التوفيق لاولادنا داخل الاتحاد السكندري. نروح ايضا لراي مهم مع كابتن جميل فتحي رئيس قطاع الناشئين بنادي القناه ورايه عن موضوع القيد في الموسم الجديد. مجلس الاداره بتاعنا موفر لنا كل طلباتنا كقطاع الناشئين، رايحين عاملين معسكر بفريق الامل دون في اسكندريه الاسبوع الجاي،
عندنا عدد من اللعيبه بتتمرن مع الفريق الاول من قطاع الناشئين، 9 لاعبين من قطاع الناشئين، في منهم 3 لعيبه بيشتركوا بصفه اساسيه باستمرار. فالحمد لله الناتج في قطاع الناشئين، الحمد لله الناتج، الحمد لله احنا راضيين عنه. النهارده احنا بنلعب النادي الاهلي، معظم اللعيبه اللي كانت بتلعب النهارده عندك من 2004 2003 2002 2001، يعني اللعيبه اللي كانت تلعب النهارده دي كلها مواليد ديف، ده فريق الامل بتاع النادي. فالاعمار السنيه زي ما حضرتك شايف عندك من 14 و15 و16 و17 18 سنه، كوكتيل من المراحل السنيه بتوع النادي. والحمد لله احنا راضيين على اداء بتاعهم، احنا برضه بنلعب الاهلي ودول مراحل سنيه صغيره بتلعب، لعيبه مبشره عندنا في النادي، وبنتمنى لهم ان شاء الله ان ربنا يكرمهم الفتره الجايه دي. احنا اللي بيقابلنا طبعا نوع المسابقه اللي احنا بنلعب فيها، يعني انت لما تيجي تقول لي تلعب مسابقه في تبع محافظه اسماعيليه 5 6 انديه، بقى انا هشتغل سنه كامله عشان العب بخمس ست انديه؟ فبنطالب زي ما الدوري الممتاز ليه دوري جمهوريه، بنطالب ان الدوري بتاعنا يبقى فيه القسم الثاني ليه دوري جمهوريه. دي مشكله بتقابلنا، لان احنا قطاع ناشئين في نادي القناه بنصرف وبنكلف، مش يعني معلش مع احترامي يعني في اسماعيليه قناه واسماعيلي، بقيه الانديه الناس برضو على قد مواردها، انما ما يقدرش يروح يلعب في بورسعيد، ما يقدرش يلعب في الصعيد، ما يقدرش يلعب في مصر. ليه؟ الامكانيات الماديه عندهم ما تساعدوش. طب ليه ما تساعدنيش انا كنادي قناه، انا فرقتي درجه اولى بيه، العب دوري مرتبط زي الدوري الجمهوريه. وانا كنت بلعب في دوري الجمهوريه قبل كده وانا في درجه اولى بيه بامكانياتي، وطالع رابع في سنه من السنين، وسنه واخد تاني بعد انبي. فالحمد لله احنا عندنا قطاع محترم بيقدر يعمل نتائج كويسه. فدي برضو من المساوئ اللي احنا بتقابلنا، المسابقه نوع المسابقه اللي احنا بنلعب فيها. الشيء الثاني فوجئنا ان القوائم دلوقتي بيتكلموا في مدرسه الكوره ان القوائم 25 و35 و30 و40. عمر مدرسه الكوره في تاريخ الكوره في مصر ما تحدد القوائم بتاعت الناشئين بتاعت البراعم، لان البراعم ده حضرتك انت لو شايف، انت شايف كام برعم في الملعب دلوقتي؟ يعني انا تقول لي مسابقه قايد فيها 40 لعيب من دول، افرض فيهم كلهم مواهب، طب المواهب دي تروح فين تقعد فين؟ انما لازم اعمل قاعده تحت كبيره عشان لما اطلع للقطاع ابقى طالع مثلا معايا 50 60 لعيب يصفوا على 20 25. انما اما تيجي تعمل لي قائمه فيها 25 لعيب في البرعم، اما تيجي الولد سنه 13 سنه هو عنده 25 لعيب، اما تيجي تصفيهم هتصف على 7 8 لعيبه كويسه عشان تقيدهم. كلام مهم جدا من كابتن جميل فتحي رئيس قطاع الناشئين في نادي القناه. كابتن جميل فتح قضيتين مهمتين جدا. القضيه الاولى النهارده نادي القناه في القسم الثاني، النهارده بيقول في منطقه الاسماعيليه عندك 5 فرق، هل النهارده استعد موسم كامل علشان الولاد تلعب خمس امام 5 فرق؟ هل النهارده دي بطوله قويه تفرز عن لاعب يخرج لمنتخب مصر سواء الناشئين او شباب اولمبي او للفريق الاول في ناديه؟ النهارده دي قضيه مهمه جدا. على سبيل المثال ايضا نادي مصر اللي هيكون معاه الدكتور عطيه السيد النهارده، نادي مصر كان في الدوري الممتاز، كان بيلعب السنه اللي فاتت في دوري الجمهوريه، بالمناسبه ترتيبه كان في المركز الرابع، السنه اللي جايه هينزل في القسم الثاني. طب ليه النهارده انا اظلم قطاع الناشئين بالكامل؟ ليه النهارده اقتل طموح مدربين كانت بتشتغل في النور وكان عندها الاصرار والعزيمه انها تطلع مواهب، وكمان مدرب يعني زي ما بيقولوا بلغه الكوره يعني يظهر نفسه على الساحه الرياضيه. النهارده دي قضيه مهمه علشان نقدر نخطط. اتمنى او كنت اتمنى من اتحاد الكوره او من اللجنه الخماسيه او القائمين في اتحاد الكوره على موضوع الناشئين والبراعم، النهارده لازم كنت تقعد مع رؤساء قطاعات الناشئين في مصر بالكامل عشان تقدر تخطط تخطيط مظبوط. النهارده كلام الكابتن جميل كلام مهم جدا. القضية الثانية هي موضوع القيد، وموضوع القيد في البراعم. ازاي النهارده يبقى عندي عدد اللاعبين في البراعم 40 لاعب؟ النهارده عدد قليل جدا. اللاعيبة اللي في النادي الأهلي هيتم الاستغناء عنهم، هيروحوا فين؟ هل النهارده الأندية كلها متضررة؟ بالطبع الأندية كلها متضررة. ممكن زي ما أقول لحضراتكم نادي أو اتنين بس اللي يستفيدوا. طب ده في صالح مين؟ بالمناسبة جالنا مداخلات كتير وجالنا مكالمات كتير في شأن هذه القضية.
الحاجه بقى الثانيه والحاجه الاهم وهقول لحضراتكم عليها، الكويت كان السنه اللي فاتت اول اسبوع من اول كل شهر، بمعنى انا النهارده مثلا كان نادي الاهلي عندي مثلا لاعب كويس في 2009 جالي النهارده، السنه دي الكويت ابتدى من 10/10 ل 4/11، دي القايمه الاولى. القايمه الاضافيه الثانيه من 4/11 ل 15/11. طيب القايمه الاضافيه الثانيه او الكويت في الشتاء هيبقى من 15/2 ل 15/3. السنه اللي فاتت كان في نظام جيد ونظام في صالح البراعم والناشئين، اللعيب الكويس النهارده النادي الاهلي اكتشف لاعب كويس مثلا في الصعيد في مواليد 2009، النهارده ما يستناش من شهر 11 و12 و1 و2 عشان ابدا اسجله ويبدا يشارك مع اللاعبين، لا النهارده كان متاح كل اسبوع من كل شهر النهارده يتم تسجيل اللاعب، ده كان شيء جيد في صالح الانديه وقبلهم في صالح اللاعبين، النهارده كنت تقدر تكتشف مواهب. الحاجه الثانيه النهارده أنا بتكلم عن النادي الأهلي كمثال وإحنا في النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده ألف، عنده به، عنده جيم. في به ممكن تلعب أكاديميات النادي الأهلي باسم به. بيدي مشاركة أكتر ومساحة أكتر للاعبين المميزين إنها تشارك، اللاعب لما بيشارك بيقدر يكتشف نفسه، يقدر مستواه يتطور، ينتقل من به المستوى به للمستوى ألف. النهارده أنت لغيت به ولغيت جيم، فبقى ألف بس. العناصر المميزه فقط، النهارده بدل ما ننشر اللعبه وتبقى عندك المساحه كبيره، انت النهارده بدات تقلل، طب ده في صالح مين؟ علشان كده ارجع واقول لازم نعيد التخطيط مره اخرى. عندنا ايضا لقاء مهم مع الكابتن علي سليم المدير التنفيذي لمنطقه الاسماعيليه، نشوف رايه في موضوع القيد ونرجع لحضراتكم تاني. عدد اللعيبه تم تخفيضها بالنسبه للمسابقات الصغيره اللي هي البراعم دي، قللوا عدد لان كان العدد مفتوح وكان عدد كبير وكان بيتسجل عدد كبير. وبصراحه انا عن نفسي او يعني كفي المنطقه هنا ده من القرارات الكويسه اللي هي خدها الاتحاد على اساس ما يجيش النادي يخزن عنده لعيبه وما تلعبش في حته تانية، يبقى نادي كل همه لعيبه، زائد بقى الزياده اللي حصلت بقى في مصر في عامه في الكوره عندنا حكايه اللي هو السماسره والناس اللي بتاجر انديه ومش عارف ايه عشان يكسب منها مادي ويربح اللي هو عايزه في سبيل ان هو يسجل عدد لعيبه، فده دي مبدا حاجه كويسه بحيث ان هو اللعيب مثلا ممكن انا مستوايا ما يأهلنيش مثلا العب في الاسماعيلي. لكن مستواي هن العب في الكنال، العب في الكهرباء، العب دي انديه اسماعيليه يعني في الشهداء المراكز الشباب، فده بيدي فرصه للعيب اللي هو ما يلعبش يلعب في الانديه دي، مش لازم يبقى الاسماعيلي هو اللي لامم من العدد المهول ده اللي احنا عارفينه. بالنسبه من الانديه ما حدش اعترض على حاجه، وطبعا احنا لسه في بدايه الموسم يعني لسه الانديه بدات تسجل الاسبوع السبت اللي فات، يوم السبت اللي فات لسه بدا اللعيبه القدامى هم اللي بيشوفوا مين اللي عايزينه ومين اللي مش عايزينه، فما حدش يعني ترول نفسه ان هو يفكر في حكايه العدد ديت دلوقتي. يمكن اللي بيفكر دلوقتي اللي بيسالونا احنا بقى الناس اللي بقول لحضرتك عليهم، الناس اللي هي بتيجي مثلا الموضه اللي ماشيه دلوقتي تاني في القاهره برضه اكتر كمان بييجوا يتاجروا مسابقه من نادي في سبيل ان هو بيربح منها، فدول هم اللي بقى تعبانين دلوقتي يقول لك طب احنا هنعمل ايه مش هنعمل ايه، فهو يعني بيبص لها ناحيه ماديه مش ناحيه فنيه. احنا هنا بنسمع الراي والراي الاخر، طبعا راي الكابتن علي سليم المدير التنفيذي لنادي الاسماعيليه مختلف عن اراء التقرير اللي احنا عملناه قبل كده او المداخلات ان شاء الله هنعملها، لكن